مستمرون بهذه التغطية المباشرة، لن أطيل، إلى جانب المحلل السياسي الكويتي دكتور عيسى العميري. مرحبا بك على قناة الجديد دكتور، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. سؤال اليوم، لماذا برأيك هذه القمة هي قمة تاريخية توصف أو قمة محورية في العالم العربي، على الرغم من أن القمم السابقة كانت يعني المقررات لا تطبق، أو أن هناك انطباع لدى المواطنين العرب أن القمم العربية لا تقدم الكثير، لماذا هذه القمة في جدة اليوم تكتسب هذه الأهمية؟ طبعا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الشرف لي أن أكون عندكم ضيف، وشكر موصول لكم على الاستضافة، خاصة قناة الجديد مميزة ومتميزة بالطرح والموضوع. طبعا كما أسلفت في سؤالك، يعني اليوم ننطلق من الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى سورة المائدة. ننطلق اليوم من القمة العربية في جدة المزمع إقامتها 19 مايو في جدة، في ظرف غير استثنائي، في ظرف يعني العالم أجمع يترقب هذه القمة لما تؤوله من أمور وأصلاحات كثيرة للبيت العربي. بمعنى أصح اليوم التركيز على القضية الفلسطينية الأساسية والمحورية، القضية الأم، ومن ثم المصالحة الداخلية الفلسطينية. اليوم العلاقات الأخيرة التي وقعت بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مارس الماضي فتحت كثير من الأمور والأفاق، والأمور السلبية تحولت إلى إيجابية، منها يعني قضايا المنطقة، قضايا تشم الشام مثلا العراقي على اليمني، على أمور كثيرة. اليوم رأينا نجاح القمة قبل أن تعقد بلم الشمل العربي، وهي إرجاع الجمهورية العربية السورية إلى مقعدها الأصيل المؤصل للحضن العربي، وهي سابقة لم تكن باستقبال. الكل يعلم بأن جامعة الدول العربية تأسست في مارس 45، بمعنى قبل الأمم المتحدة، فبالتالي إرجاع سوريا إلى الحضن هذا شيء دليل وشيء مشرف على التئام الصفوف العربية. اليوم لو تكلمنا على إعادة إعمار سوريا من قبل، اليوم إعادة الإعمار سوريا سيكون بند ملح أم سينتظر ربما إذا يعني اليوم إذا بدك تطبيع الدولي أو مع سوريا قبل بدء إعادة الإعمار، هل تكفي اليوم هذه المصالحة العربية لبدء مشروع بمسألة إعادة الإعمار؟ طبعا إعادة الإعمار مطلب مهم، وأتوقع بوجهة نظري بأن دول مجلس التعاون الخليجي من ضمن البنود يعني المطروحة مساعدة وتمويل سوريا، نعم، اقتصاد، وكذلك مساعدة الجمهورية العربية اللبنانية، تعرض لكثير من الأمور والأزمات، خاصة لبنان بلد الشقيق. أسألك عن لبنان. أي، فبالتالي سوريا اليوم مطالبين بمساعدة سوريا كيعني عرف وكعلاقة أصيلة بينها، وكذلك مساعدة كثير من الأمور العالقة، والقضية كذلك الأساسية المحورية من ضمن البنود القضاء على الإرهاب. الإرهاب فتك في كثير من الدول العربية والخليجية، وتجفيف منابع الإرهاب واجتثاثه عن جذوره، لأن بدأ في كثير من الدول ومارس في سوريا، وصل إلى لبنان، وصل إلى الخليج، وبالتالي منع منابع الإرهاب. بس الكويت اليوم، دولة الكويت، يعني كيف هو اليوم موقف الكويت من هذه التي تحدث عنها المصالحة العربية، من لم الشمل العربي الذي تحدثت عنه، ومن هذه القوة؟ طبعا المصالحة العربية، طبعا الكويت كان في تنسيق يعني سابق مع المملكة العربية السعودية ومع دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مع الدول العربية، منها المصالحة، منها تقديم يد العون والمساعدة لسواء الجمهورية العربية السعودية أو لبنان في كثير من البنود التي يعني كانت قبل يومين تم الموافقة عليها، وراح يعني نضطر للعلن قد إن شاء الله بإذن الله. فبالتالي كثير من الأمور، الكويت تعول على السلام، تعول على الحكمة، تعول على الجهود الكبيرة والحثيثة التي تقود الدول الخليجية والعربية. اليوم أستاذ الكريم، اليوم نحن من نصنع القرار وليس الولايات المتحدة
الأمريكية وليس الاتحاد الأوروبي. الكل يعلم بأن كثر المشاكل من الاتحاد الأوروبي أو العالم أجمع لا يرى من صالحه أن تكون الدول العربية منسجمة. مسألة تنويع الخيارات اليوم فتح هذا الاتفاق السعودي الإيراني تنويع الخيارات للعالم العربي. مشكلة يد العون إيران فتح كثير من الأمور، مثل ملفات العالقة، الفراغ الرئاسي في لبنان، رد سوريا إلى الحضن العربي، قضاء على الإرهاب، المشكلة اليوم السودانية بتمويل، يعني أنت عارف أطراف مسألة تحدثت كثيرا عن لبنان ومدرج لبنان بمسألة ببند بالقمة بجدول أعمال الرؤساء غدا، التضامن مع لبنان وأزمته. هل برأيك اليوم هذا التطبيع أيضا سيفتح الباب لمساعدة لبنان في أزمته؟ بالعكس، لبنان عانى كثير من الويلات والحروب، عانى من الأمور، عانى من الإرهاب، أنا كثير من الأمور التي فتكت في لبنان يعني عن بكرة أبي. فبالتالي الدول الخليجية لم تقفل الباب أمام لبنان، الجمهورية العربية اللبنانية، وبالتالي مدت يد العون وراح تمد يد العون عبر هذه القمة. تقريبا شبه كامل قطعنا 90% من يعني المصالحات الخليجية العربية، الخليجية الخليجية، الخليجية العربية، العربية العربية، وكذلك العربية الأفريقية. لا ينقصنا شيء اليوم سوى التكاتف. نحن أمة ذات كيان عربي، ذات أصول تاريخية أصيلة مؤصلة، ذات طابع اقتصادي. فبالتالي الذي يعني لا نبخل على لبنان ولا نبخل على سوريا، لأن ما بني على العرب ينبع عن العرب. نعم في دول تسعى إلى عدم لملمة الصفوف، نعم في دول تسعى إلى الفراق بين الدول، ولكن إن شاء الله قادرين قمة وقادة القمة على طي هذه الصفحة ونسيانها وفتح صفحة جديدة. بما نحكي تحت الهواء، بعرف محبتك إلى لبنان، للبنان أيضا تحدثتك درست في الجامعة في لبنان، تحديدا الجامعة اللبنانية. نعم، أنا كان لي شرف أني أكون في يعني دكتور في جامعة اللبنانية، درست في 2006 في الحدث إلى 2010 وحصلت على الدكتوراه، وكان مسيرتي عن الديمقراطية الكويتية وحصول المرأة على البرلمان الكويتي، وكان من الأساس منبع من لبنان تعلمنا مشاركة المرأة في البرلمان، وبالتالي دأبت الكويت أن تكون نفس لبنان بمشاركة المرأة في حق الترشح والانتخابات، وكلنا إن شاء الله ديمقراطيين مستمدين. الجامعة العربية، نحن هذا أهمية اليوم بإشارة هذه الأهمية اللي بلبنان، الجامعة، المستشفى، يعني التعليم بلبنان ودور الجامعة اللبنانية. أنا فقط أود يعني لبنان له فضل، لبنان له فضل علي بعد رب العالمين في دراستي، في مواصلتي، في أموري، في طرحي، في جامعات العريقة اللي يملكها، في المستشفيات، في التعليم عن جد. فبالتالي اليوم أقل شيء يعني أرد يد يعني الكلمة البسيطة للبنان، مشكورة على مواقفه النبيلة، يقدم بلا هوادة بلا كلل مساعدة الكل بلا تعب وبدون شخصانية. الكويت وقفت يعني لجانب لبنان في كل أزماته. شكرا، شعب لبنان لا ينسى لهم أيضا هذه الوقوف إلى جانب لبنان. شكرا لك دكتور عيسى العميري.